توقف عن قيام بممارسة التمارين الرياضية يوميا داخل منزلك. تلك نصيحة خبراء الرياضة والطب لمن وضعوا في الحجر المنزلي مثلنا. وتساعد تمارين اليوغا التي يقوم بها مدربون متخصصون من خلال جلسات أونلاين في التعامل مع الضغوط النفسية والعصبية التي واكبت انتشار فيروس كورونا، كما يقوم عدد من نجوم الرياضة العرب بأداء التدريبات الرياضية في المنزل حفاظا على لياقتهم البدنية. للمزيد من التفاصيل أرحب بضيفي من عمان الكابتن صلاح أميرة، مدرب اليوغا الأردني. كابتن صلاح أميرة، أهلا وسهلا بك، يعني فرصة وأنت في الحجر المنزلي أن تطلعنا وتطلع المشاهدين ما الذي يمكن فعله من أجل الحفاظ على الوزن. يعني ربما نحن طبعاً هنا يعني الوزن زاد، كيف يمكن الحفاظ على الوزن أو التخلص من الوزن الزائد؟ احنا كيف بنقضيها بالحجر؟ مقضينها من روح الزيارات كثير على المطبخ، يعني احنا نقطة اللي خلينا نحكي التمركز هو المطبخ، بعدين بنعمل من المطبخ كل شيء. فاحنا عم ناخذ كالوريز زيادة، عم ناخذ وزن زيادة. اللي عم نعمله احنا حاليا شيء اسمه فتنس يوغا، هو مزيج بين اللياقة وبين تمارين اليوغا العصرية. فاحنا بنتحرك بسرعة، والحركة اللي بنعملها حركة بتعمل زيادة لنبضات القلب، فبتدخل الجسم على الزون اللي هو الزون تاع حرق الدهون او منطقة حرق الدهون. فحتى وإحنا بالبيت لازم نتحرك، يعني مظبوط سكروا كل النوادي الرياضية وسكر ما نقدرش نطلع نلعب بالنوادي الرياضية، شو نعمل؟ نضل قاعدين بالبيت بس عم ناكل عم نزيد وزننا؟ لا، لازم نتحرك. فاللي بنعمله إحنا تمارين رياضة بوزن الجسم وبدون أي معدات. كابتن صلاح أميرة، نعم معك كابتن صلاح أميرة، يعني وأنت معنا فرصة، يعني نعم أنا يعني تحدثت وقلت وأنت يعني شرحت إنه اليوغا تأخذ الإنسان في ناحية نفسية مختلفة ليتخلص من الضغوط النفسية. هل ممكن أن تتكرم علينا ولمن حتى يتابعنا بتقديم جلسة يوغا الآن لنا نتابع نتعلم منها؟ هلا يلا، قديش معي وقت؟ كم دقيقة؟ يلا نعم، تفضل على طول مباشرة، يعني معك، نعم تفضل. يلا رح نبدأ بوضعية جلوس مريحة. رح نحط إيدينا على الركب، بنضم الركب على بعض، رح ناخذ نفس عميق من الأنف ونطلع الهواء بهدوء من التم مع الصوت من سقف الحلق. نفس عميق من الأنف ونطلع بهدوء. نعمل حركات بسيطة جدا اليوم لأنه معناش وقت طويل. رح نرفع ايدينا التنتين لفوق، ناخذ نفس عميق، رح نطلع النفس ونعمل التفاف للجهة اليمين، الإيد الشمال على الركبة والإيد اليمين لورا، ناخذ نفس نرفع الإيدين التنتين لفوق ونطلع النفس نعكس الاتجاه، كمان نفس لفوق ونطلع النفس. حركات احنا عم نعملها هون سريعة جدا، اللي بحب يحضر الحصص انا عم بكون لايف كل يوم على الساعة 7 بتوقيت الأردن. رح نعمل حركات هلأ، بدنا نغير طريقة الجلوس، ناخذ نفس، نقوس ظهرنا لجوا ونجيب الدقن لعند الصدر، ناخذ نفس نفتح الصدر لفوق ونعكس الاتجاه، نفس ونطلع النفس. هذول كانوا بعض الحركات. أرجع معك. نعم، هذول حركات سريعة عملت لك إياهم على الهواء. بس للي بحب يتابع الحلقات، أنا بطلع كل يوم لايف على الساعة 7، عم بعمل حلقات رياضة مجانية للجميع خلال الحظر اللي عم بيصير هلا، لانه بدي الناس تتحرك، بدي الناس يحرق الدهون، بدي الناس تستفيد. احنا كلنا عم نمر بظروف صعبه، فالمفروض نوقف ايد واحده مع بعض. التكافل الاجتماعي كثير ضروري بهاي الفتره بحياتنا، فعشان نزيد التكافل الاجتماعي ونزيد الوعي ونخلي الناس يتحركوا، عم بقدم هاي الحصص المجانيه للجميع. كابتن صلاح أميرة، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة والمبادرة التي قدمتها في مساعدة الناس بأن تقدم لهم نموذج لليوغا مجانا.
لكن الحديث يا كابتن صلاح الآن، الآن هل تنصح الأسر بأن تنتهز هذه الفرصة ليكون هناك صف رياضة لمدة 10 دقائق 20 دقيقة من في المنزل، الأسرة كلها تمارس الرياضة عبر تتعلم حركات رياضية من مثلا تتابع ممرنين، يعني هناك ماذا يمكن أن تفعله الأسرة؟ شوف إحنا هلأ بعصر المعلومات متاحة للجميع وبسهولة، إحنا بنقدر ناخد أي أو نتعلم أي مهارة جديدة بحياتنا اليوم عن طريق الإنترنت، موجود مليان كورسز مجانية بمنصات كتيرة مجانية، عندنا منصة بالأردن اسمها منصة إدراك عليها كورسات مجانية للجميع بيقدر يحضرها، فإحنا بنقدر نتعلم أي مهارة من البيت. إحنا بما إنه قاعدين وعندنا ساعات طويلة ما عم نستغلها بأي شيء مفيد، نقدر نتابع الرياضة، نقدر نتعلم مهارة إحنا جعبنا نتعلمها من زمان ما تعلمناها، نقدر نتعلم أو نقرأ كتاب بعلمنا إشي جديد بحياتنا، نقدر نأخذ كورس بالطبخ، كورس بالفن، نقدر نأخذ إشياء كتير. الرياضة على وجه الخصوص هلأ اللي عم بشوفه من الطلاب اللي عم بيحضروا الحصص، وأنا عندي الحمد لله آلاف من الأشخاص عم بتابعوا الحصة كل يوم، عم ببعثوا لي رسائل إنه ما تخيلنا إنه نقدر نعمل الرياضة من البيت واحنا بس عم نحضرك فيديو، احنا مفكرين الرياضه بس انه لازم اروح على الجيم او لازم اكون موجود في المكان عشان اقدر اعمل الرياضه. فالانترنت سهل علينا الحياه، فليه ما نستغل الموارد المتاحه لنا حاليا ونستفيد منها عشان نحرق الدهون اللي عم ناخذها، نتعلم رياضه جديده، نتعلم مهاره جديده. والحلو بالموضوع كمان اخ مصطفى انه كل حدا عم بيلعب معي الرياضه حاليا حتى عم بحاول يخلي اولاده يلعبوا معها، فحتى الأطفال عم بيلعبوا، العيلة عم تلعب، ببعثوا لي صور وهم أطفال عم بيلعبوا، وعم بيلعبوا الكبار، عم بيلعبوا حتى مرات الزوج والزوجة، فبنبسط كثير لما أشوف الصور كيف عم بيستفيدوا من الرياضة اللي عم بيعملوها. نعم كابتن صلاح، كابتن صلاح يعني الحديث الآن أنت قلت يعني شيء طريف وهو إنه المسافة ما بيننا وبين المطبخ أصبحت قصيرة، وبالتالي أصبح جداً. هناك مساحة للأكل والجلوس. ما الذي يمكن أن نفعله الآن في هذه الفترة اليوم الطويل 24 ساعة داخل المنزل من أجل التخلص من الوزن الزائد، الحركة؟ يعني هل تنصح بعدة تمارين؟ حلو هذا السؤال جدا. قبل التمارين لازم يكون في عنا الوعي، لازم يكون في عنا وعي إنه إحنا هلا بفترة لازم نستغلها أو فترة راح تكون العائد تاعها علينا سيء، فإما نستغلها بطريقة منيحة أو بنخليها تكون ضدنا. كيف نستغلها؟ ممكن يكون في عنا روتين صباحي، نظام معين نمشي عليه خلال اليوم، إنه بصحى اليوم الصبح مثلاً بستغل ساعة للقراءة، بستغل ساعة لتنظيم حياتي، بستغل ساعة مثلاً إني أتعلم مهارة جديدة، بستغل ساعة إني أرتب، ما حيصير في يومي عشوائي إنه بس عم بصحى بدي أقضي وقت. للأسف إحنا شو بنعمل؟ بنصحى بنمسك التليفون بنضل قاعدين عليه 8 و10 و12 ساعة مرات، وبيضيع يومنا واحنا مش عارفين ايش استفدنا او ايش عملنا في يومنا. التمارين الرياضيه طبعا كتير مهمه، انا بنصح ولو ثلث ساعه 20 دقيقه او لساعه باليوم كتير كتير بتساعد انه نضلنا محافظين على لياقتنا، نضلنا محافظين على صحتنا، ومنضلنا محافظين على الليونه. اهم شيء الليونه، قعده البيت بتقيم الليونه من الجسم. فاللي احنا بنعمله زي ما حكيت لك هي تمارين مزيج بين اللياقه الفتنس وبين تمارين اليوغا. وبحصص اليوغا شو بتعمل كمان اخ مصطفى؟ كتير مهم اللي بتعمله، بتعمل انسجام بين الجسم والعقل والقلب، فانت بس تخلص الحصه بتحس حالك مرتاح. اغلب الطلاب اللي بسالهم شو بتحسوا بعد الحصه بيحكوا لي بنشعر باحساس من السعاده او باحساس من الهدوء او السلام الداخلي، ما منحس بهذا الإحساس بأي نوع تاني من الرياضة. ومظبوط، لأنه رياضة اليوغا مختلفة، لأنه نشتغل فيها على النفس، نشتغل فيها على الجسم، ونشتغل فيها على الهدوء العائل. شكرا لك كابتن صلاح عميرة مدرب اليوغا الأردني، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، شكرا لك. في زمن كورونا تعطلت جميع الأحداث الرياضية وتأجلت حتى الدورة الأولمبية في طوكيو، وفرض الحجر الصحي المنزلي أو فرض على جميع اللاعبين لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، ليقضي كل منهم فترة العزل الطبي بشكل مختلف عن الآخر. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور ومقاطع الفيديو لنجوم الرياضة في العالم في مواجهة فيروس كورونا المخيف. نتحرك ونلعب رياضة
بتزيد هرمونات السعادة بالجسم. فإذا احنا بنقدر نكرر الساعة واحدة من اليوم نلعب فيها رياضة، احنا عم ناخد هذا، عم نزيد هرمون السعادة.